ينضم معنا من استوديو قناة المملكة من هناك مدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري العميد الطبيب خالد الطبيشي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. نتحدث بداية عن مدى جهوزية هذا المستشفى والقدرة الاستيعابية وعدد الأسرة الموجودة فيه. صباح الخير ستي، يعطيك العافية، وصباح الخير لكل متابعين قناتك وقناة المملكة، وشكرا على الاستضافة. طبعا مستشفى الميداني الثاني في حرم مستشفى الأمير راشد في أيدون، تفضل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى بافتتاحه قبل عام من الآن في شهر 12 من عام 2020. المستشفى وكما هو معلوم بسعة 300 سرير، منها 48 سرير عناية حثيثة مجهزة بكامل تجهيزاتها، و36 سرير عناية متوسطة قابلة لتحويلها عند الحاجة إلى أسرة عناية حثيثة، وباقي الأسرة هو لعزل مرضى كورونا. المستشفى تم تجهيزه بكل ما يلزم من أجهزة طبية، أجهزة تنفس بمختلف أنواعها للتعامل مع حالات كورونا. تم بناء المستشفى حسب أفضل المواصفات العالمية، أنظمة للسيطرة والحد من انتشار العدوى. فيما يخص جاهزيتنا، نحن جاهزين لاستقبال مرضى كورونا كما أسلفت، سعة المستشفى 300 سرير، وإن شاء الله أنه ما نصل لن تصل الحاجة لاستخدام كافة الأسرة. وفي حال لو لا سمح الله تم إشغال كامل المستشفى، فنحن عندنا خطة بديلة لاستخدام المستشفى الأم اللي هو مستشفى الأمير راشد، وحسب عدد ازدياد الحالات ممكن أنه يفتح فيه أقسام عزل كما حصل في الموجة الأولى. نعم، طب دكتور ما هي تفضلي. نعم، بدي أسألك بهذا الخصوص بموضوع الخطط المستقبلية، يعني نحن الآن بوضع وبائي نوعا ما غير مستقر، خاصة مع هذا الارتفاع الذي نشهده في عدد الحالات، هل وضعتم خطة للتعامل بها في حال لا سمح الله ازدادت الأعداد خلال هذه الفترة خلال الأسابيع المقبلة؟ نعم أكيد، احنا دائما في عندنا خطط بديلة وموضوعة مسبقا للتعامل مع ازدياد الحالات وحسب الحالة الوبائية. كما حكيت أنا قبل، يعني نفترض لا سمح الله أنه مستشفى الميداني الثاني امتلأ بكامل طاقته أو بكامل استيعابه، فإحنا وكما حصل في الموجة الأولى إحنا كنا نستعمل مستشفى الأمير راشد قبل ما ينوجد المستشفى الميداني لإدخال مرضى كورونا. هلأ الفائدة من وجود المستشفى الميداني أنه إحنا لازلنا عاملين بكامل طاقتنا استقبال مرضى وعيادات وعمليات في مستشفى الأمير راشد. لو لم يوجد المستشفى الميداني لكان لازم نسكر مستشفى الأمير راشد ونحول لمستشفى كورونا. يمكن إضافة ما لا يقل عن 200 سرير من أسرة مستشفى الأمير راشد في حال لا سمح الله لو امتلأ المستشفى الميداني. فهذه خطة بديلة لاستيعاب حالات. إحنا لحد الآن أعداد المرضى اللي موجودة لا تعادل نصف ما كان داخل عندنا في ذروة الموجة الثانية. يعني إحنا في ذروة الموجة الثانية تقريبا وصلنا لنسبة إشغال حوالي 70%. الآن نسبة إشغال المستشفى الميداني بشقيه ICU وأسرة العزل يعني تقارب 30%. أجهزة التنفس متوفرة، نسبة إشغال أو استعمال أجهزة التنفس حاليا لا تزيد عن 25%. فعندنا احتياطي وعندنا قدرة أن نستقبل حالات فيما لو زادت لا سمح الله. نعم، طب دكتور عدد الحالات الموجودة حاليا بهذا المستشفى، وكيف نستطيع أو تستطيع وصف وضعهم الصحي؟ الحالات الموجودة اليوم في مستشفى الميداني الثاني 100 حالة، منهم 15 في قسم الاي سي يو، 12 منهم على اجهزه التنفس، يعني نسبه اشغال من 300 سرير اللي هي الطاقه الاستيعابيه للمستشفى حوالي 30%. نعم. وضعهم احنا نتامل انه المره هاي يكون شده الاصابات والوفيات يفترض انها تكون اقل فيما لو كان في التزام بالتطعيم.
احنا نعلم انه التطعيم لا يمنع الاصابه، ولكن اذا اصيب المريض فانه يعني اصابته بتكون بشده اقل. فانا من خلالكم هون يعني اؤكد على المواطنين والناس انه يتوجهوا للتطعيم والالتزام بالكمامه، فائده الكمامه لا تقل عن فائده التطعيم. نعم، طب دكتور بهذا الخصوص وفيما يخص موضوع المطاعيم ولقاحات كورونا، بالنسبة للمرضى والحالات الموجودة حاليا داخل المستشفى الميداني، تحدثت عن 100 حالة تقريبا، هل هؤلاء المواطنين والمرضى كانوا قد تلقوا لقاح كورونا من قبل أم لا؟ وأعمارهم أيضا لو سمحت الموجودين حاليا. ستي غالبية الحالات المدخلة هي من المرضى اللي لم يتلقوا المطعوم للأسف. نعم. وأكثر من أكثر يعني بديش أكون يعني الأرقام، أكثر من 85% من الوفيات هم من كبار السن ومن لم يتلقى المطعوم. اللي تلقوا المطعوم غالبا ما يحتاج دخول، يعني ممكن أنه يصاب إصابته خفيفة، ممكن أنه ينعزل في البيت ويأخذ علاجات يعني ما يكون بحاجة إلى دعم بأجهزة تنفس أو علاجات في الوريد. فالتأكيد على المطاعيم، المطاعيم لا تمنع الإصابة، ولكن من يصاب ممن تلقوا المطعوم تكون إصابتهم خفيفة. وأعود وأؤكد أنه غالبية الوفيات ممن لم يتلقوا المطعوم إطلاقاً. نعم، طب دكتور لو تحدثنا أيضا عن التنسيق بينكم مع وزارة الصحة حول إجراءات استقبال حالات الكورونا داخل هذا المستشفى. التنسيق ستي دائما بين مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات وزارة الصحة، وفي خلية أزمة فيها وحدة لمتابعة الأسرة في المملكة، ومن خلالها يعني هم عارفين وين في أسرة فارغة، كيف ممكن يحول مريض من مستشفى إلى آخر. يتم التواصل معنا دائما من خلالهم، وإذا في مريض مثلا في أحد مستشفيات المحافظة يتم التواصل معنا ويتأكدوا أنه في سرير ويتم تحويله إلنا. طبعا كله في تنسيق على أعلى مستويات ما بين وزارة الصحة ومديري الخدمات الطبية الملكية. نعم، شكرا جزيلا لك. وبالنسبة للتطعيم كمان في مركز تطعيم. نعم، في مركز تطعيم داخل مستشفى الميداني دكتور؟ داخل نعم. داخل مستشفى الأمير راشد. داخل مستشفى الأمير راشد الميداني في حرم. نعم. مستشفى الأمير راشد. تمام. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيكم ألف عافية. كان معنا من استوديو قناة المملكة في إربد مدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري العميد الطبيب خالد الطبيشي، شكرا جزيلا لك.